أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم. نظام الأسد يرسل رسالة تهديد إلى تركيا ويتوعد باستعادة إدلب، فما جديد الملف وما أثر التطورات السياسية شرق الفرات على الشمال السوري المحرر؟ موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الحدث الأسبوعي. هدد نظام الأسد باستعادة إدلب، وقال نائب وزير خارجية النظام فيصل المقداد في خطاب موجه لتركيا إن دمشق لن تتخلى عن سنتيمتر واحد من الأراضي السورية. رسالة المقداد تأتي مع تصاعد وتيرة القصف على الشمال السوري المحرر عقب فشل مسار أستنا الأخير في الإعلان عن اللجنة الدستورية، في الوقت الذي تتحدث فيه تركيا عن قرب توصلها لاتفاق بخصوص المنطقة الآمنة مع الولايات المتحدة الأمريكية شرق الفرات. رسالة جديدة لتركيا من نظام الأسد باستعادة إدلب جاءت على لسان نائب وزير خارجية النظام فيصل المقداد، الذي قال إن نظامه لن يسمح لتركيا بالسيطرة ولو على سنتيمتر واحد من الأراضي السورية، مضيفا أنه على الجانب التركي أن يعلم أن نظام الأسد لن يقبل ببقاء الجماعات المسلحة في إدلب وفق تعبيره. رسالة النظام السياسية تأتي في وقت يشد فيه القصف على الشمال المحرر باستخدام الطيران المروحي والبراميل المتفجرة التي عاد النظام لاستخدامها للمرة الأولى منذ اتفاق سوتشي القاضي بإنشاء مناطق منزوعة السلاح. التصعيد السياسي والعسكري جاء عقب فشل الجولة التاسعة من محادثات أستنا في إعلان اللجنة الدستورية، على الرغم من التوقعات بقرب تشكيلها ليحال الأمر إلى جنيف مرة أخرى، مع توقعات بإعلان تشكيل اللجنة عقب شهر رمضان المبارك. فشل مسار أستنا دفع المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري للتأكيد على أن المجموعة لم تستطع إقناع نظام الأسد الشيطاني وفق وصفه بالتقيد بالقرار 2254. الآن نركز على المسار السياسي. سأسافر لرؤية ممثل الأمم المتحدة إلى سوريا جيرد بيدرسون هذا الأسبوع، وكذلك الاجتماع مع أعضاء المجموعة المصغرة حول سوريا، وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والسعودية ومصر والأردن، لتنسيق السياسات ولضمان تحقيق تقدم على المسار السياسي. على الضفة الأخرى، نشاط مهم ألمح له فيصل المقداد الذي نصح وحدات حماية الشعب الكردية بالابتعاد عن أمريكا في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية التركي قرب بلاده من الاتفاق مع الولايات المتحدة حول المنطقة الآمنة. اتفاق يبدو أنه لم يأخذ بالحسبان رؤية موسكو التي طرحت قبل مدة العمل باتفاقية أضنة، ما يزيد خيوط المشهد السوري غموضاً. معنا الأستاذ عبد الكريم العمر الناشط السياسي من إدلب والقيادي في الجيش السوري الحر سيد مصطفى السيجري من إسطنبول. أهلا بكما ضيفي الكريمين. لو بدأت معك سيد سيجري، يعني بداية كيف تعلق على تصريحات فيصل المقداد الذي قال فيها إن نظام الأسد يعني لن يتخلى عن سنتيمتر واحد من سوريا بما في ذلك إدلب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بالتأكيد نعتقد بأن نظام بشار الأسد هو ودائما كما عهدنا يحاول أن يلعب على التناقضات والخلافات الإقليمية الدولية. بالتأكيد لا يوجد رغبة لنظام بشار الأسد أن يترك إدلب في مأمن. هو يريد أن يستثمر في الخلاف التركي الروسي، هو يريد أن يحدث شرخا ما أو أن يتقدم خطوة لعل وعسى أنها تفضي إلى إنهاء التفاهم الكامل ما بين الجانب الروسي والجانب التركي. ما هو مستوى الخلاف؟ إلى أي مستوى وصل بين الأتراك والروس كونك أتيت على هذا الموضوع؟ بالتأكيد من الواضح بأن الأمور قد وصلت إلى حد ما إلى طريق مسدود. روسيا تحاول الضغط على الجانب التركي من خلال إعطاء الضوء الأخضر للنظام بأن يقوم بعمليات قصف على مدينة إدلب وما حولها، ولكن حتى هذه اللحظة
لربما أكدنا، والآن يعني نؤكد مرة أخرى بأن النظام لا يملك قرار شن عملية عسكرية على مدينة إدلب وما حولها، إنما هو يعني يستثمر في الخلاف القائم ما بين الجانب الروسي والجانب التركي. كلما شهدنا تقاربا ما بين الجانب التركي والجانب الأمريكي نرى أن هناك محاولات للجانب الروسي للضغط على تركيا، لأن روسيا تريد أن تضمن حصتها في أي اتفاق مستقبلي ما بين الجانب التركي والجانب الأمريكي بما يخص مناطق شمال شرق سوريا. وأيضا النظام يستغل مثل هذه الظروف من أجل يعني الدفع باتجاه إيجاد خلاف أعمق ما بين الجانب التركي والجانب الروسي، لأنه يسعى لاسترداد مدينة إدلب وما حولها. لا يريد نظام بشار الأسد أن تبقى هذه المناطق تحت سيطرة المعارضة، ولكن نحن نؤكد بأنه لا يمكن أيضا للنظام أن يشن أي عملية عسكرية برية أو حتى عمليات القصف، هي تأتي من خلال الضوء الأخضر الروسي. إن كان هناك في المستقبل تحركات أوسع للنظام السوري فبالتأكيد هي سوف تمر من عند الجانب الروسي. جميل، سوف أنتقل للأستاذ عبد الكريم. أستاذ عبد الكريم، يعني سمعت ما قاله سيد مصطفى السيجري، أنت كيف تقرأ تصريحات المقداد بالتزامن مع حملة القصف المكثفة على الشمال السوري أو بين قوسين مناطق خفض التصعيد؟ لا شك، أول مساء الخير، لا شك أنه النظام السوري لديه طموح بالسيطرة على كل مناطق سورية بما فيها إدلب أو شمال حلب. هذا نظام الكل شيء أو لا شيء، هو نظام دموي، لا يمكن أن يترك أن يلتزم بميثاق أو باتفاق أو بذمة على الأطلاق، وهو بالتالي فعليا ينظر إلى أي خلاف أو يحاول أن يستثمر أي خلاف يجري بين الروس والأتراك بخصوص كان منطقة شرق الفرات أو كان موضوع إدلب أو حتى اللجنة الدستورية، وبالتالي هو يحاول دائما البحث عن أي هو لا يحتاج ذرائع. النظام السوري كنظام مجرم متوحش لا يحتاج ذرائع للقيام بهذه الحملة العسكرية الهمجية على السكان في محافظة إدلب، وبالتالي هو أيضا يبحث عن ذريعة دائما بشكل دائم من أجل يعني شن حملة عسكرية أو شن هجمات عسكرية واستهداف منازل المدنيين. يعني ما يجري اليوم في إدلب يمكن أن يوصف بهولوكوست بصراحة. حجم الغارات بلغت حتى اللحظة تقديرا حوالي أكثر من 24 بلدي تم استهدافها بالبراميل المتفجرة وبالصواريخ عبر الطيران الروسي والطيران المروحي، أكثر من 70 غارة. يعني النشطاء والشبكات الإعلامية ليس لديها استطاعة بتقدير أو بعد الغارات التي تحصل على ريف إدلب. وبالتالي كما ذكرت النظام السوري هو نظام لا يمكن أن يلتزم بعهد أو ذمة أو ميثاق، وهو دائما ما كان يصرح حتى على عبر رئيس لسان رئيس النظام أنه سيستعيد إدلب في لحظة ما. نعم. أعود إليك سيد مصطفى، يعني في ظل ما تحدثت عنه حضرتك وتحدث عنه أيضا الأستاذ عبد الكريم، هل يتهيأ النظام فعلا لشن عملية عسكرية موسعة على الشمال السوري، أو بالأحرى هل أخذ الضوء الأخضر من روسيا للقيام بذلك؟ بكل تأكيد وحسب المعطيات الموجودة بين أيدينا الآن ومن خلال الاتصالات مع الجانب التركي، لا يوجد حتى هذه اللحظة ضوء أخضر ببدء أي عملية عسكرية برية من قبل النظام وحلفاء النظام، وإنما النظام يقوم بالقصف إلى جانب الطيران الروسي متزرعا باستهداف مقرات تنظيم جبهة النصرة، والكل يعلم بأن ما يتم استهدافه الآن هو المناطق الآمنة، المشافي. يعني بكل تأكيد هذه الزريعة لطالما النظام قد تغنى بها بالإضافة إلى حلفاء النظام، ولكن نؤكد أنه لا يوجد قرار بالبدء بعملية عسكرية برية على مدينة إدلب. نعم أستاذ الكريم، بالعودة إليك، هل لما يجري علاقة بما تم الحديث عنه من سعي روسيا لتسيير دوريات في المنطقة منزوعة السلاح والتي تعتبر يعني داخل أراضي المعارضة السورية إن صح التعبير؟ نعم، أولا هي تسعى روسيا بلا شك أنه يعني موضوع فتح الطرق الدولي وتسيير
أن تعود للعمل من جديد هو مسار بحث كان في مؤتمر أستانا في عدة مؤتمرات، وحتى كان المؤتمر الأخير المؤتمر 12. وبالتالي روسيا تحاول فعليا أن تكون لها دوريات إلى جانب الدوريات التركية في مناطق المعارضة، وهذا ما لا تسمح به إن كان يعني الشعب السوري في محافظة إدلب 4 ملايين، وأيضا فصائل المعارضة التي رفضت تسيير دوريات يعني تلقائيا وجود النظام. الروس هم طرف لصالح النظام، وهم طرف اليوم الطيران الروسي هو الذي يقتل المدنيين في إدلب، وهو الذي سلد النظام إن كان عبر مجلس الأمن وإن كان عبر تدخله العسكري مباشر وعبر السلاح. وبالتالي وجود دوريات روسية في المناطق المعارضة أو حتى على الطرق الدولية إلى جانب الدوريات التركية يعني كأن قوات نظام بشار الأسد هي التي يعني تسير دورياتها في هذه المناطق. طيب. وبالتالي رفضت المعارضة كذلك الأمر أيضا الجانب التركي، يعني لا شك أن العمليات العسكرية اليوم ضد السكان المدنيين في المحافظة هو للضغط على المعارضة وعلى الجانب التركي من أجل القبول بتسيير دوريات روسية في على الطرق الدولية. جميل، بالعودة إليك سيد مصطفى، هل ترى أن ما يحدث في الشمال السوري هو عبارة عن إرسال رسائل روسية لتركيا، وما مفاد هذه الرسالة برأيك؟ طبعا بكل تأكيد، يعني كما ذكر ضيفك الكريم، روسيا تريد أن تحقق بداية يعني مزيد من المكاسب بما يخص اتفاق إدلب وإرسال دوريات مشتركة على الطرق الدولية، وأيضا هي تريد أن تحقق مكاسب بما يخص مناطق شمال شرق سوريا. ولكن دعني هنا أنوه إلى نقطة غاية في الأهمية، أن ما يحدث الآن وربما ما سوف أتحدث به الآن هو ردا على التساؤلات المطروحة الآن في الشارع السوري. الكل يسأل أين فصائل الجيش الوطني، أين فصائل الجيش السوري الحرب. هذا السؤال لو سمحت لي يعني أنا سأطرحه بعد الفاصل وفي الملف التالي، وستجيب أيضا عنه حضرتك، سامحني طبعا. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل ما جديد القصف على الشمال المحرر وما هي نتائج التصعيد الجوي، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، حياكم الله. إنما كنتم سقط عشرات الضحايا
بالقصف الجوي والصاروخي الذي طال معظم المناطق المحررة في الشمال السوري. نتابع معنا التقرير التالي ثم نعود لنفتح باب النقاش. الله أكبر. على صفيح ساخن يعيش الشمال السوري المحرر، لا سيما بعد حملة القصف المكثفة على المنطقة والتلويح بعملية عسكرية من قبل النظام وداعميه. مراسل حلب اليوم قال إن عشرات المدن والبلدات في ريفي إدلب وحماة تعرضت لقصف من طائرات روسيا ومروحيات النظام، إضافة إلى مئات القذائف المدفعية والصاروخية التي أدى سقوطها في مدن وبلدات المنطقة إلى مقتل وجرح عشرات المدنيين. القصف تركز على بلدات وقرى الهبيط وأحسم ومعرة حرمة وكفر سجنة والنقير وقليدين بريف إدلب الجنوبي، إلى جانب بلدة كفرنبودة وعدة مناطق بريف حماه الشمالي. وأضاف المراسل أن مديرية الأوقاف في منطقة جبل الزاوية ومدينة كفرنبل أصدرت تعميما بإلغاء صلاة الجمعة نتيجة تصعيد القصف على المنطقة. الهجمات المستمرة أجبرت آلاف المدنيين على النزوح إلى مخيمات باتجاه الشمال على الحدود مع تركيا بحثا عن الأمان، وفق ما ذكره مسؤولون في الدفاع المدني. بدوره قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ديفيد ساونسون إن ما يقارب 14,000 شخص نزحوا من بيوتهم، إضافة لدمار العديد من المنشآت الطبية والبنى التحتية في المنطقة المستهدفة، داعيا الأطراف المتنازعة إلى تحييد المدنيين عن العمليات العسكرية. معنا الأستاذ عبد الكريم العمر الناشط السياسي من إدلب، وأيضا القيادي في الجيش السوري الحر السيد مصطفى سجري من إسطنبول. بالعودة إليك أستاذ عبد الكريم، يعني هل لديكم إحصائية كاملة بعدد الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذا القصف؟ حتى اللحظة كما ذكرت نتيجة ازدياد عدد الغارات، ويعني لا تكاد تمر 10 دقائق دون أن يسمع صوت برميل أو صوت طائرة تقصف صواريخ أو كم براميل على العديد من المناطق، وبالتالي حتى اللحظة لا توجد إحصائي. بلغ عدد غارات حتى اليوم كما ذكرت منذ قليل 70 غارة. ماذا عن ضحايا اليوم بسبب الغارات المكثفة التي تحدثت عنها حضرتك والتي كانت اليوم؟ يعني هناك عدد من الشهداء، كذلك عدد من الجرحى، أيضا هناك طبيب في مشفى بمدينة بقلعة المضيق تم استهدافه بصاروخ من قبل قوات النظام. توسع القصف باتجاه ريف الشمال إلى يعني مناطق جبل الزاوية واستهدافه بعدة براميل، يعني أنا ذكرت أن هناك 24 بلدة تم استهدافها اليوم، لكن كل بلدة كان لها أكثر من 4-5 براميل أو عدة صواريخ، يعني الطيران عندما يأتي ينفذ عدة صواريخ على البلدة الواحدة وكذلك عدة براميل. هم 24 بلدي، ولكن كل بلدة كان لها يعني عدد كبير من الصواريخ والبراميل، أدى إلى دمار هائل وإلى إصابة عدد كبير من الضحايا، هناك عدد من الضحايا وعدد من الشهداء، وبالتالي لا توجد. لكن أريد أن أنوه إلى قضية جدا مهمة، هي أن هناك ما يقارب إلى حوالي 100,000 نازح يفترشون الطرقات والعراء وأشجار الزيتون. طيب، على كل الأحوال سوف نتحدث عن النازحين أيضا بعد الفاصل. أرجو أن تبقى معي وأعود للسيد مصطفى. أستاذ مصطفى، يعني حتى قبل أن نتحدث عن التساؤل الذي يدور في الشارع حول يعني عدم تدخل الجيش الوطني في مناطق ضرع الفرات وغصن الزيتون حتى اللحظة بما يجري، دعنا نتحدث عن تركيا، الدور التركي. لم نشاهد ردا تركيا على هذا التصعيد، يعني خلال الفترة الماضية كان هناك تسيير فقط للدوريات التركية. ماذا الآن بعد كل هذا القصف؟ بكل تأكيد يعني تركيا تمتلك الأدوات الدبلوماسية، تمتلك الضغط السياسي، وأيضا المعني بالرد على الجرائم
تجاه أهلنا وشعبنا في مدينة إدلب هي القوى الثورية. بالتأكيد هناك رد على مصادر إطلاق النار من قبل القوى الثورية الموجودة في المنطقة، ولكن لا يوجد تكافؤ بالقوى. نحن نتحدث عن الاحتلال الروسي بقواته العسكرية ويعني سلاح الجو. طيب دعنا نتحدث عن رد سيد مصطفى تركي سياسي إن صح التعبير. أنا أنقل يعني وجهة نظر من يتابعنا الآن ربما، وهنالك وجهات نظر كثيرة أنت تعلم ذلك، يعني كثيرون يقولون لماذا لا يوجد رد سياسي على الأقل من قبل الأتراك، ضغط، تهديد بانسحاب من المفاوضات، أمور كثيرة ربما تمتلكها تركيا. طبعا تركيا تتحرك ضمن المعطيات الحالية وضمن التوازنات الإقليمية الدولية، وبكل أسف تركيا تدرك بأن الشعب السوري قد ترك وحيدا، لا يوجد هناك أي من القوى والحلفاء والأشقاء العرب ممن كان يفترض أن يساندوا الحلفاء في تركيا، وعليه هي تتحرك وفق الممكن. نعم سابقا تركيا هددت بأن استمرار العمليات العسكرية والقصف على مدينة إدلب وما حولها إن تطورت ووصلت إلى حد البدء بعملية عسكرية برية هذا سوف يعتبر نقض لاتفاق أستانا والعودة إلى نقطة الصفر. طيب الآن ما الذي بقي من اتفاق خفض التصعيد ومن اتفاق سوتي ومن اتفاق استانا بخصوص إدلب مع كل هذا القصف؟ يعني هي أشبه بحرب شاملة على إدلب. طبعا إن سألنا الجانب الروسي وإن سألنا جانب النظام هل ما يحدث أو ما وصل إليه المفاوضات في ملف أستانا هل هو مرضي لكم عن أن يقتصر فقط بالقصف؟ بالتأكيد هناك مساعي للنظام لأن يصل إلى مرحلة البدء العسكري البري واسترداد هذه المناطق. تركيا تعتبر أنه لطالما هناك منع للعملية العسكرية البرية فيعتبر إنجاز. طبعا تركيا غير راضية عن استمرار عمليات القصف، ولكن دعنا نتحدث أيضا بموضوعية، ماذا يمكن لتركيا أن تفعل في ظل يعني انكفاء الدور العربي وغياب الدور الإسلامي عما يحدث في مدينة إدلب وما حولها؟ إن خرجت الآن تركيا وأعلنت وقف يعني مفاوضات أستانا بشكل كامل والانسحاب من المفاوضات السياسية، فهل هذا سوف يكون حقيقة رادع لأن لا تبدأ روسيا ومعها النظام وإيران بالعملية العسكرية البرية ويعني إحداث كارثة إنسانية مرعبة؟ هل هناك توقعات بأن المجتمع الدولي ربما يتحرك ويوقف يعني الجرائم الروسية وجرائم النظام ومن خلفها الميليشيات الإيرانية؟ نحن نتحدث الآن عن واقع مؤلم. طيب ولكن يعني كان هنالك تصريح أمريكي أو تحذير أمريكي من أن يعني استمرار الأمر على ما هو عليه والتصعيد يعني ينذر أو يؤدي إلى إن صح التعبير يعني يضرب استقرار المنطقة ويهدد بأمن المنطقة. على كل الأحوال سوف أعود إليك. بالعودة إليك أستاذ عبد الكريم، هل يمكن إعادة تفعيل بنود اتفاق إدلب؟ قبل اتفاق إدلب أو الحديث عن اتفاق سوتشي الموقع في 17 أيلول بين الجانب الروسي والتركي، أنا أود أن أتحدث ولو يعني لبضع بعض من الوقت عن اتفاق أستانا الذي ينص أولا على وقف القصف العشوائي للمدن، رفع الحصار عن المدن المحاصرة وإدخال المساعدات. الحقيقة أن اتفاق أستانا فعليا طبق بتدمير المدن، تهجير من بقي فيها بالباصات إلى الشمال السوري، ازدياد الحصار، اطباق الحصار على بعض المدن من اجل اجبارها على التسليم والرحيل كما حدث في عديد من بالغوطه القصف ثم الترحيل في الباصات، درعا كذلك الامر، حمص الشمالي. فاتفاق أستانا اساسا لم يطبق حتى يطبق اتفاق ادلب. نعم ربما توقف القصف بعد اتفاق سوتشي لبضع يعني بضع اشهر قليله جدا، لكن المناطق المتاخمه للنظام لم يتوقف القصف عليها على الاطلاق. قبل الحديث أساساً حتى عن اتفاق أستانا واتفاق سوتشي، ماذا بقي من بيان جنيف؟ ماذا بقي من قرار 2254؟ ماذا بقي من قرار 2118
التي فعليا كانت تنص على وقف استهداف المدنيين ووقف القصف بالبراميل المتفجرة وتشكيل هيئة حكم انتقالي بين النظام والمعارضة. طيب. ماذا بقي من هذه الاتفاقيات التي جميل. صدرت حضرتك أثرت نقطة لم يبقى منها شيء جميل جدا ستانا أو مفهوم. سوتشي ستانا. لم يبقى منهم شيء على الأطلاق أمام هذه الدماء وأمام تمام. حالات التهجير المستمرة بشكل يومي للمدنيين في الشمال السوري وصلت الفكرة حيث يقطن 4 ملايين من عموم سوريا. قبل أن تضيع الفكرة فكرة يعني مهمة أشرت إليها حضرتك سيد عبد الكريم أنتقل منها للسيد مصطفى. بالفعل سيد مصطفى يعني ما سبب غياب ممثلي المعارضة السورية والذين حضروا أستنا لتوضيح ما يجري على الأرض الآن لتوضيح ما جرى في أستنا رقم 12 إن صح التعبير؟ أعتقد أنه من المناسب أن يوجه هذا السؤال حقيقة لمن حضر أستنا. من المعلوم أننا لم نكن موجودين في طيب ألا تتواصلون معهم سيد مصطفى؟ يعني أستنا هي 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 يعني هي تم ابتداعها إن صح التعبير وتم إنشاؤها على أساس قادة الفصائل بكل تأكيد، ولكن يعني ربما طبعا كنا باجتماعات مع بعض ممن ذهبوا إلى أستنا. ماذا قالوا لك؟ ولكن بكل صراحة ضمن اتفاق أستنا هناك نص يشير إلى ضرورة إنهاء سيطرة تنظيم جبهة النصرة على مدينة إدلب وما حولها، وبالتالي ما دام هناك وجود لتنظيم جبهة النصرة سوف يستمر الجانب الروسي بالتزرع على أنه يقوم باستهداف المجموعات الإرهابية المتطرفة، فبالتالي هنا يصبح موقف المعارضة ضعيف. بكل تأكيد نحن نعلم ويعني الكل يشاهد بأن روسيا لا تستهدف مقرات ومعسكرات تنظيم جبهة النصرة، إنما هي طيب. تستهدف يعني الأحياء السكنية والمرافق العامة. طيب هل كان يجب. على كل أحوال هل كان في بقية مناطق خفض التصعيد يعني في دمشق في الغوطة الشرقية كان جيش الإسلام ويعني لم يكن هنالك فيلق الرحمن أيضا لم يكن هنالك جبهة النصرة وتم تهجيرها بحجة ماذا يعني؟ وغيرها من المناطق أيضا. يعني هذا نحن دائما نتحدث بأن روسيا تدفع باتجاه التزرع بوجود تنظيم جبهة النصرة، ولكن أنا أيضا أؤكد أن بالغوطة كان هناك وجود تنظيم جبهة النصرة. نحن لا نقول بأن روسيا صادقة في ادعاءاتها، ولكن نحن نقول طيب. أن أيضا الوضع في الشمال السوري يختلف عن المناطق الأخرى. عندما تتحدث أنت عن الشمال السوري تتحدث عن التواجد التركي، تتحدث عن حدود طويلة مع الجانب التركي، وبالتالي تركيا ربما تملك أدوات أكثر في يعني في مقابل مناطق الجنوب السوري أو الغوطة الشرقية. طيب يعني هنا السؤال ربما ما هي الأوراق التي أو متى يمكن لتركيا أن تحرك هذه الأوراق لتوقف هذا الضغط؟ اسمح لي أن أذهب أيضا لفاصل قصير ونعود بعدها لمتابعة الحديث معك مشاهدينا الكرام. بعد الفاصل ما مدى إمكانية فتح جبهة شاملة من قبل النظام والإيرانيين على الشمال السوري؟ ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، حياكم الله إنما كنتم. كاميرا حلب اليوم رصدت جزءا من القصف الذي يتعرض له الشمال المحرر، نتابع معنا. نفس نفس لا على اليمين لا شو ضرب لازم هلا ينفذ لا لسه نفذ 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 شفته في عيني نفذ ضرب يا الله نفذ 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 جنوب مروحي ياكل 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 برميل الله اكبر ورا البيت انا بعد يعني ورا البيت نسمع الله اكبر بس محمد عبد جابتي الله اكبر الله اكبر الغام 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 معنا طبعا الأستاذ عبد الكريم العمر الناشط السياسي من إدلب والقيادي في الجيش السوري الحر سيد مصطفى السجري من إسطنبول. سيد مصطفى بالعودة إليك، ما مدى إمكانية قيام النظام والإيرانيين بفتح جبهة شاملة على الشمال السوري؟ طبعا حتى هذه اللحظة نعود ونكرر أنه لا يوجد إمكانية للنظام ومن خلفه إيران البدء بأي عملية عسكرية برية باتجاه هذه المناطق ما لم يكن هناك توافق مع الجانب الروسي. طيب ولكن ألا ترى معي انسحاب للقواعد العسكرية التركية حتى هذه اللحظة؟ طيب ولكن ألا ترى معي ألا ترى معي سيد مصطفى يعني من خلال القصف الذي يجري وتهجير السكان، هنالك مئات الآلاف تم تهجيرهم من المناطق المحاذية أو من المنطقة منزوعة السلاح، ألا ترى معي أن النظام والروس ربما يخططون لعملية قضم يعني من هذه المنطقة؟ هذا الأمر لن يتم ما دام هناك تواجد للقواعد العسكرية التركية. أيوة. لأن النظام ليس بمقدوره أن يتقدم في ظل التواجد التركي، وأضف إليها بأن هذه خطوط التماس بشكل كامل ما زال هناك السيطرة للقوى الثورية في هذه المنطقة، فبالتالي ليس بالأمر السهل أن نشاهد النظام يتقدم عسكريا ولا أن نشاهد ولو حتى كان مدعوم من الجانب الإيراني، فبالتالي هناك سوف يكون مقاومة لا يستهان بها. نحن نتحدث عن آخر قلاع الثورة السورية، نتحدث نعم يوجد هناك يعني هجرة ويعني مغادرة للأهالي، بالتالي لا يطلب من الأهالي المدنيين الصمود تحت البراميل المتفجرة والقذائف، ولكن بالتأكيد نقاط الرباط ما زالت يعني موجودة، ما زال هناك تواجد للقوى الثورية. ولا طيب هذه القوى الثورية أن يبدأ بعملية عسكرية ما طيب. لم يكن هناك مفهوم. دعم واضح من الجانب الروسي، وهذه القوى الثورية أستاذ مصطفى، هذه القوى الثورية التي هي لا تزال على الأرض وعلى خطوط التماس كما تقول حضرتك، هل لديها القدرة على خوض معركة طويلة الأمد في الشمال المحرر في حال يعني كان هنالك معركة؟ بكل أسف يعني يراد للشعب السوري أن يقتل هنا دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه. نحن نتحدث عن مرحلة منذ 2016 تم إيقاف كامل الدعم عن الجيش السوري الحر بتوافق، وبكل أسف أقولها الآن، بتوافق ما بين يعني بعض الأشقاء العرب مع الجانب الروسي. إيقاف الدعم عن قوى الجيش السوري الحر قد أدخله في عملية استنزاف على مدار 3 سنوات
قد مضت، فبالتالي ما يمتلكه الجيش السوري الحر ربما لا يساعد في أن يشن عمليات عسكرية مفتوحة، وإنما بالتأكيد خيار الصمود هو خيار يعني نهائي للقوى السورية. نعم لا ننكر أن هناك إمكانيات ضعيفة، ولكن بالتأكيد هذا لا يعني أن يكون هناك تسليم للمنطقة، وبالتأكيد سوف يكون هناك صمود في مواجهة العدو. وبالتالي أيضا عملية يعني الاستنزاف التي عاشها الجيش السوري الحر ترافقت بعملية إضعاف مباشرة من خلال استمرار الدعم لتنظيم جبهة النصرة، والذي يعني استمر باعتداءاته على القوى السورية، وبالتالي تم خروج أدلب أعداد لا يستهان بها من القوى السورية باتجاه مناطق سيطرة الجيش الوطني، فبالتالي كان سيطرت. هناك إرادة حقيقية لإضعاف المنطقة وإضعاف القوى السورية بغية التمدد مستقبلا للنظام. طيب أستاذ عبد الكريم، بالعودة إليك، بعيدا عن الفصائل، هل هنالك قدرة في الشمال المحرر بشكل عام لخوض معركة جديدة؟ نتحدث هنا على صعيد الحاضنة الشعبية، هنالك 4 مليون نسمة الآن. إدلب تشكل اليوم هي آخر قلاع المعارضة والثورة السورية، وبالتالي سقوط إدلب لا قدر الله بيد النظام يعني إنهاء للشعب السوري والبقاء تحت رأس هذا النظام 40-50 سنة قادمة. نعم لدى السوريين، أنا رغم الآلام رغم الجراح، أنا لا أريد أن أبيع الناس أوهام ولا أتحدث بمزايدات، الواقع مؤلم ومريض بكل وقائعه وبكل أحداثه. بصراحة الواقع جدا مريض في الشمال السوري، لكن لدى السوريين الإمكانيات الهائلة، تنظيم الصفوف، رص الصفوف، توحيد الفصائل ضمن قيادة موحدة ضمن غرفة عمليات. أنا أقول وبكل صراحة وبكل وضوح، لو هذه الفصائل والمعارضة السوري استقلت بقرارها في هذه المعركة، أنا أعتقد حتى لو كما يتحدث السيد سيجري أنه لا يوجد هناك قرار باجتياح إدلب، لكن كي نردع النظام هل ننتظر قرارنا من مؤتمر أستانا أو من سوتشي أو من روسيا أو من أحد؟ يعني هناك أبرياء، هناك مئات الآلاف من العوائل التي نزحت، وبالتالي استقلال القرار يعني ما الذي بقي حتى ننتظر مثلا أوامر من دولة من هذه الدولة أو تلك؟ ماذا يعني ماذا نخسر أكثر من ذلك أساسا؟ ماذا ننتظر؟ يعني توحيد الفصائل ضمن غرفة عمليات، ولو أشترك. أنا أتحدث بصراحة، أنا أتحدث أضغاص أحلام، أنا أعرف تماما أن هذا حلم، أن الفصائل لا يمكن أن تتوحد، وأن المعارضة لا يمكن أن تلتقي على برنامج عمل وطني ينقذ ما تبقى من الثورة وينقذ الشعب السوري الذي يعيش الويلات والآلام. بالتالي هذه الفصائل إذا توحدت لدينا جبهة طويلة مع النظام السوري، جبهة تمتد من جرابلس في الشرق إلى جبال التركمان في الغرب إلى الجنوب في قلعة المضيق. هذه الجبهة لو فتحت في لحظة واحدة ستسقط النظام. نعم لدينا من الإمكانيات ومن القوة، ما لو توحدت وتوحدت الجهود هي قادرة أن تصل حمص خلال أسبوع. أنا لا أريد أن أبيع الناس أوهام. نعم الشعب السوري بالنهاية يريد الخلاص، هناك حاضنة شعبية لو كانت تنهي هذه الآلام. على كل الأحوال لو كانت المعارضة فتحت جبهاتها معا لما استفرد النظام قبل بالمناطق بالغوطة، حمص الشمالي، درعا، واحدة واحدة، وقام بتهجيرها. على كل الأحوال بالتالي فقط نقطة واحدة، أن نوهت منذ قليل إلى الوضع الإنساني المأساوي على جميع المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري والتي لها مكتب أيضا مكاتب في تركيا، تقديم المساعدات للنازحين المنتشرين في بقاع الشمال السوري في إدلب وفي تحت أشجار الزيتون وفي البساتين وغيرها. وأيضا على وفد أستانا أن يوضح تماما ماهية الاتفاقيات التي تجري. المصيبة إن كان هذا الوفد لا يعلم ماذا حدث بالاتفاق. كل المعارضة السوري، كل الفصائل دون أي استثناء تتحمل مسؤولية ما يحصل في الشمال السوري. النظام السوري هو نظام مجرم، وروسيا دولة مجرمة وقاتلة لها تاريخ دموي، وبالتالي إذا كان دائما سنتحدث عن هؤلاء دمويين، لكن المطلوب من المعارضة على الأقل تقديم ما يمكن فعليا ويعني تقديم الحقائق للشعب السوري ليعرف ماهية ما يحدث. أشكرك جزيل الشكر عبد الكريم العمر الناشط السياسي، كنت معنا من إدلب، ولعل أهم ما أشرت إليه هو مئات الآلاف الذين يعني باتوا في العراء ولا أحد ربما يمد لهم يد العون. هذه بحد ذاتها كارثة بحق كل من يمكن له أن يتحمل مسؤولية
هؤلاء. على كل الأحوال سيد مصطفى سوف تبقى معنا، ونذهب وإياك إلى فصل أخير ونعود بعدها مشاهدينا بعد الفاصل. كيف يبدو وضع النازحين في الشمال السوري مع استمرار القصف على المنطقة؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم. يواصل السوريون في الشمال السوري رحلات النزوح من مناطق القصف إلى مناطق أكثر أمنا، ليبقى الاستقرار هدفا وغاية يصعب الوصول إليها. نتابع التقرير التالي ثم نعود لنبدأ النقاش. هي حمام القذائف تتساقط على قلعة المضيق بريف حما الغربي بعد موجة من الصواريخ الارتجاجية التي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح، وموجة نزوح هي الأكبر في المنطقة منذ سنوات. في قلعة المضيق عم يضربنا الروسي بالصواريخ الارتجاجية الفراغية، خرب الدنيا في قلعة، يعني ضربنا من كل الجهات، فوق عم يضربنا الطيران، عم يضربونا من الحواجز من النحل ومن الكريم ومستقيل بي، من كل الحواجز ضربونا، وصار في جرحى كتير، وصار عنا شهداء، صار عنا كذا جريح وكذا شهيد. الأراضي الزراعية بالقرب من نقطة المراقبة التركية في شير مغار كانت مقصد الأهالي في رحلة نزوحهم باعتبارها أكثر أمنا. مئات العائلات هنا دون أي خدمات أساسية أو حتى خيام تؤويهم. قصف مستمر وما زال مستمر لحد هذه اللحظة، وتتدخل الطيران الروسي منذ أسبوع بقصف وراح شهداء، عدد كثير من الشهداء، ونزحنا إلى جوار هذه النقطة التركية كونها منطقة آمنة، ولقرب هذه المسافة لكون الأخوة ما عندهم سيولة نقدية يطلعوا المكانات الثانية، وفي كل خيمة يوجد أكثر من 3-4 أسر في كل خيمة، الروح على الروح. بعض المنظمات الإغاثية والجمعيات الخيرية أطلقت حملة طارئة لإغاثة المدنيين ما أمكن في محاولة لاحتواء الكارثة الإنسانية.
توافد إلينا العدد الكبير من العوائل، وصل عدد العوائل المتجهين إلى قرى جبل شحشب ما يقارب 1200 عائلة في النقطة القريبة من النقطة التركية في قرية شير مغار، وصل العدد حتى هذا اليوم إلى 570 عائلة، أغلبهم من قرى سهل الغاب وقلعة المضيق وقرى جبل شحشب الجنوبي. منذ نهاية شباط فبراير صعد الروس وقوات النظام قصفهم وغاراتهم على ريفي حما الغربي والشمالي بالإضافة إلى إدلب الجنوبية، ليبقى التساؤل المطروح عن الضامنين ودورهم الحقيقي في اتفاق سوتشي. ومعنا بدر كوجك مراسل قناة حلب اليوم من الشمال السوري، إضافة للسيد مصطفى سيجري القيادي في الجيش السوري الحر من إسطنبول. بدر أبدأ معك، حدثنا أكثر عن أوضاع النازحين في الشمال السوري وإلى أين يتجهون؟ نعم عمار، أوضاع صعبة جدا يعيشها النازحون بشكل عام القادمون من مناطق القصف الذي تعرضون له منذ أكثر من أسبوع على التوالي. الآن أغلب المدنيون الذين خرجوا من تلك المناطق هم الآن متواجدون في منطقة أطمة بين الجدار التركي و العائلات، على الأشخاص المتواجدين على المنظمات إن كان أو الحملة التي خرجت من الناشطين الإعلاميين وعدة منظمات أخرى أيضا قاموا بتأمين خيام مبدئية للأشخاص الذين خرجوا من تحت القصف إلى الشمال السوري. هل تم تأمين الخيام لكل الذين خرجوا أم أن هنالك ما يزال ربما عائلات يعني سقفها السماء؟ نعم عمار، هناك جزء كبير من هذه العائلات لا تزال إلى هذه اللحظة سقفهم كما ذكرت أنت السماء، يقبعون تحت أشجار الزيتون بسبب عدم تأمين العدد الكافي من تلك العائلات وعدم القدرة على استيعاب العدد الكبير الذي خرج من مناطق القصف وإن كان في ريف حماة أو محافظة إدلب وريف إدلب الجنوبي بالتحديد وسهل الغاب. الآن هم متواجدون على أطراف المخيمات في بلدة أطمة وباقي المناطق المتواجدة في وباقي المخيمات متواجدة في منطقة أطمة بشكل عام. طيب ما هي المناطق التي تشهد نزوحا يعني مكثفا إن صح التعبير في الشمال السوري؟ نعم عمار، المناطق التي تشهد نزوح بشكل كبير جدا هي مناطق ريف حماء الجنوبي كفرنبودة واللطامنة وعدة قرى أخرى كفرزيتا، بالوصول إلى ريف حماء الغربي أيضا قلعة المضيق وجبل شحشب، وأيضا حركة نزوح كبيرة جدا اليوم استهدف الطيران تلك المناطق، خلف استهداف الطيران إلى جبل شحشب وقرية كرسعة بالتحديد بجرحى اثنان تم نقلهم إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج. لا تزال لا يزال الطيران الروسي متواجد في السماء إلى هذه اللحظة، وخوف كبير جدا من الأهالي من الغارات التي يشنها هذا الطيران على المدنيين. طيب. وحركة نزوح كبيرة جدا باتجاه الشمال السوري. نعم، سأعود إليك سيد مصطفى، مرحبا بك مجددا طبعا على شاشة حلب اليوم. هل برأيك ما يزال المدنيون والنازحون المهجرون رقما صعبا في أي عملية على الشمال السوري يحسب حسابه أم لا؟ طبعا بالتأكيد إلى حد ما نحن نعتقد بأن هناك تخوفات وخصوصا من الاتحاد الأوروبي مخافة إن بدأت العملية العسكرية البرية ربما تركيا تقوم بفتح الحدود. يعني لا يمكن أن تشاهد تركيا مجازر مروعة وتترك يعني الشعب السوري محاصر داخل منطقة جغرافية محدودة المساحة، فبالتالي الاتحاد الأوروبي يضغط على الجانب الروسي حتى لا يكون هناك عملية عسكرية برية، وعليه يعني يقوم الروس من خلال أيضا القصف على أن يشكل ضغطا على الجانب التركي لكي يحقق مكاسب إن كان بما يخص يعني تسيير الدوريات المشتركة داخل المناطق المحررة أو حتى بما يخص ملف شمال شرق سوريا. هي حقيقة عملية ضغط الكل، كل الأطراف ربما إن صح التعبير. يمكن الآن نتحدث عما يسمى مرحلة عض الأصابع، روسيا لها مآرب وتريد أن تحقق مكاسب، تركيا أيضا تريد أن يعني أن تثبت هذا الاتفاق مخافة أن لا يكون. ولكن إلى الآن يعني الموقف التركي إلى الآن يعني يبدو أنه يتريث ويترقب. السؤال هنا،
يعني ماذا لو استمر هذا الأمر وهذا التصعيد؟ ماذا عن هؤلاء النازحين؟ هل يمكن لتركيا أن تستقبلهم أو هل يمكن لهم أن يتجهوا إلى مناطق درع الفرات وغصن الزيتون؟ والسؤال الأهم، ما مدى القدرة على استيعابهم في هذه المناطق التي أصبحت مكتظة الآن؟ بالتأكيد، يعني أولا الطرقات مفتوحة باتجاه منطقة عمليات غصن الزيتون ودرع الفرات، بإمكان أي من النازحين أن يتجه باتجاه هذه المناطق، ولكن أيضا يعني الوضع في هذه المناطق ليس هو أفضل حالا من ناحية الخدمات. أنت تتحدث عن مناطق أصبحت يعني مكتظة بمئات الآلاف المهجرين قسريا ممن أتوا من مناطق أخرى، فبالتالي نحن نتحدث عن وضع مأساوي حقيقة. ولكن الحديث يعني الآن عن خيارات من الجانب التركي، أنا أعود وأكرر بأن تركيا هي تخاف من أن في حال ذهبت باتجاه التصعيد والرد من قبل المعارضة وفتح جبهات أخرى، ربما ندخل في نفق مظلم. هناك مخافة من أنه لا يكون هناك جدية من المجتمع الدولي وحتى من الجانب الأمريكي أن يردعوا الجانب الروسي من البدء بعملية عسكرية برية، فبالتالي أنت تتحدث يعني عن المخاطرة هنا. إذن لا يمكن لتركيا وحدها أن توقف هذا الأمر، يعني تقصد بنهاية المطاف؟ نعم بالتأكيد، وأيضا لا يمكن أن نغفل جانب الإمكانيات العسكرية بيد المعارضة السورية. نحن أعيد وأكرر بأن الفصائل العسكرية لم تتلقى أي دعم عسكري منذ 3 سنوات. طيب، ونحن نعيش حالة من الاستنزاف، وبالتالي نحن لا نملك الإمكانيات التي يمتلكها النظام. لا نساوي النظام بالقوة العسكرية، وبالتالي فتحت عملية عسكرية برية. نعم سامحني، انتهى. في نفق مظلم. نعم أشكرك جزيل الشكر، بدي أعتذر منك جدا أيضا سيد مصطفى، انتهى الوقت تماما. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ مصطفى سيجري القيادي في الجيش السوري الحر، كنت معنا من إسطنبول. وأشكر أيضا الأستاذ عبد الكريم العمر الناشط السياسي كان معنا من إدلب، وأشكر أيضا مراسلنا بدر كوجك كان معنا من الشمال السوري. الشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم في ملف آخر. سيكون رمضان شهر مبارك علينا وعليكم، دمتم بخير وإلى اللقاء.